المكون السحري ده بالمكون العجيب اللي معايا ده هتقدري تتخلصي من دهون الكرش والجوانب فقط. هتخسس بطنك بشكل سريع جدا جدا، وهتخلي بطنك منحوتة. النتيجة هتشوفيها من بعينيكي من اول استخدام، هتلاحظي فرق كبير جدا جدا في نزول بطنك وجوانبك، ومش هتعملي رجيم ولا رياضة. المكون الجبار ده هيخسس بطنك بشكل فعال قوي قوي قوي، وهيحرق الدهون بشكل فعال. ان شاء الله هتلاقي نتائج فعالة منه ومجرب. ومش بس كده، ده هيحسن من جمال بشرتك جدا جدا، وهيخلي بشرتك جميلة ونضرة وبطنك مشدودة ومنحوتة، وكمان هيحسن من جمال شعرك وبشرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة ان شاء الله جايبة لكم وصفة حلوة قوي قوي، اول مرة اقدمها في قناتي، ودي فعالة لازالة البطن ودهون الجوانب بشكل فعال قوي من غير دايت ولا رياضة ولا اي حاجة. الوصفة فعالة جدا، واحلى حاجة فيها ان هي بتشيل انتفاخات القولون وبتعالج الامساك، وكمان لو عندك انيميا او فقر دم او عندك ضعف عام هتقوي مناعتك جدا، وهتعالج لك الانيميا وهتشلك مشاكل كتير وهتشلك السموم من جسمك، هتحسن من جمال بشرتك، وكمان هتحسن من جمال شعرك، وهتعالج لك كمان تساقط الشعر. يعني هي مفيدة لجميع اجزاء الجسم بشكل فعال قوي قوي قوي، وهتخلي بشرتك موردة وجميلة جدا، وليها فعالية رهيبة لانزال الكرش وتخسيس البطن بشكل فعال. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امر. اول حاجة يا حبايب قلبي، معايا هنا طبعا برطمان او يعني اي حاجة عندك تسيع لتر من المية. انا عايزة اي حاجة عندك تسيع لتر من المية، سواء برطمان، كوباية، اي حاجة عندك تقدر ان انت تسيعي فيها لتر من المية، تمام. ومعايا زي ما انت شايفة بالشكل ده طبق علشان نحط فيه المكونات بتاعتي، تمام. واول مكون معايا وهو حبة واحدة من الليمون، وطبعا انا دايما الليمون الحامض بستخدمه في وصفات التنحيف، لانه فعال لاخراج السموم من الجسم، فعال لإذابة الدهون وحرق الدهون بشكل فعال قوي، وليه فعالية رهيبة جدا 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 لنحت البطن، وده حاجة لا نقاش فيها. هناخد حبة ليمون صغيرة، انا مش عايزة حبة كبيرة المرة دي، انا هاخد حبة واحدة بس صغيرة من الليمون. وطبعا الليمون يكون بقشره، ما يكونش معصور، انا عايزة قطع الليمون بقشرها. ليه؟ لان الليمون بالقشر ليه فعالية رهيبة لتخسيس البطن والحرق الدهون في منطقة البطن بالذات، وكمان يا بنات بيخرج السموم من الجسم بشكل فعال قوي. هبدأ ان انا اقطعهم ويكونوا قطع صغيرة بالشكل ده، وهبدأ ان انا اضيفهم معايا في البرطمان بتاعي ده، تمام. هبدأ ان انا اجي على تاني مكون معايا، وهو الكراوية، تمام. الكراوية، طيب لو ليها اسامي تانية قولوا في الكومنتات يا بنات وجزاكم الله خيرا. طبعا احنا عندنا في مصر الكراوية بيبقى شكلها كده. الكراوية يا بنات من الحاجات الفعالة جدا جدا لتخسيس البطن، وكمان بتشيل انتفاخات القولون وألم البطن، ومحسنة جدا جدا لعملية الهضم، وبتشيل اي مشاكل في المعدة وبتحسن من جدار المعدة. هاخد طبعا من البذور الحلوة دي معلقة كبيرة، تمام. ومكونات الوصفة تنفع للي بترضع، وتنفع للأطفال، وتنفع لمرضى السكر ومرضى الضغط، يعني ممتازة لجميع الناس تقدر تستخدمها. معايا تاني مكون وهو بذور الكمون الخشن. انا مش عايزاه كمون مطحون. طب ليه يا مايا انا مش عايزاه كمون مطحون؟ الكمون المطحون لما بتشتريه من عند العطار بيكون ضايف له اضافات، او ما بيكونش بيكون في سوء تخزين، فما بتكونش مضمونه. فانت بتجيبيه زي ما انت شايفه بالشكل ده بذور، بيكون افضل بكتير جدا جدا. هاخد برضو معلقه منه كبيره. يبقى حطينا ليمونة مع معلقة من الكراوية مع معلقة من اليانسون الكمون، تمام. معايا المكون العجيب ده وهو الشمندر او البنجر.
احنا عندنا في مصر بنسميه البنجر، واعرف له اسم تاني اللي هو الشمندر. لو ليه اسامي تانية برضو قولوا في الكومنتات. الشمندر او البنجر يا بنات من الحاجات الفعالة جدا 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 لعلاج الانيميا وفقر الدم واخراج السموم من الجسم، وكمان غني ب الفيتامينات اللي مفيدة جدا للجسم، وكمان رهيب 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 لتخسيس البطن بشكل فعال قوي، وحرق الدهون وإزالة الكوليسترول الزيادة اللي بيكون في الدم. تمام، هبدأ ان انا اخد قطعة منه بالشكل ده، قطعة زي ما انت شايفة بالشكل ده بحجم متوسط، وهبدأ ان انا اقطع ايه الشمندر او البنجر بتاعي بالشكل ده قطع. تمام، من غير بقى تقشير ولا اي حاجة، انا عايزاه زي ما هو. هنغسله كويس بس وهنقطعه قطع بالشكل اللي انت شايفاه ده كده اهو. وطبعا ده اساسي معايا في الوصفة، يعني ما تجيش تقولي استغنى عنه. تمام، وهبدأ ان انا اقطعهم بالشكل ده كده. تمام، يعني هتبقى واحدة من البنجر وتكون صغيرة. تمام، بالشكل ده، وهبدا ان انا احطها. هيحسن من جمال بشرتك جدا جدا جدا، هيشلك الانيميا، هيشلك جميع المشاكل اللي بتكون في المعده، وهينظف السموم من جسمك. طبعا احنا بعد ما عملنا المكونات بتاعتي دي، بصوا بقى ما فيهاش حاجه، لا تحرق المعده ولا تتعب المعده ولا اي حاجه من الحاجات دي، يعني فعال جدا جدا، وفي نفس الوقت ما بيعملش اي اثار جانبيه. هبدا ان انا اضيف معايا هنا ميه تكون مغليه، بس الميه المغليه دي انا مش عايزاها اول ما تغلي على طول في الكتل تدلقي المكونات، لا الميه لا، اول ما تغلي هتقفلي الكتل وبعد كده هتسيبيه مقفول لمدة 5 دقايق، يعني يهدى وهو في الكتل، وبعد كده تبدأي ان انت تنزلي على المكونات بتاعتك بالشكل ده. وهبدأ ان انا اقلب. وصفة مفيدة جدا جدا، ملهاش اي اثار جانبية للجسم، كلها فوائد يا بنات. تمام، وهبدأ ان انا بقى يا حبيبة قلبي علشان نستفاد بقى كامل الاستفادة من الوصفة، هبدأ ان انا اغطيها بالشكل ده كده، على اساس ان البخار اللي طلع اللي انت شايفاه ده هو المفيد في الوصفة، فانا هقفل على الوصفة بالشكل ده. طيب نقول دلوقتي بقى هنستخدم الوصفة ازاي ونصلي على سيدنا محمد. اول حاجة تابع معايا، هقولك الوصفة هتستخدميها ازاي، بعد كده هقولك على حاجة لو انت حابة تشدي السلوليت، ولو عندك خطوط بيضة وخطوط حمراء في بطنك وعندك كرمشة في جلدك، هقولك على حاجة سريعة قوي وبسيطة قوي هتخلي جسمك ده مشدود وبشدة عمرك ما هتبقي متخيليها، وهيشلك اي خطوط واي خطوط حمراء او خطوط بيضة بتكون في البطن، هتتشال تماما وبطنك هتتشد جدا. اول حاجة هنقول الوصفة دي هنستخدمها ازاي. اول حاجة الوصفة دي هتتساب من بالليل لحد الصبح بالمنظر ده وهي منقوعة كده. تمام، لان هي بتتشرب باردة، بتتشرب دافية، يعني بتتشرب بدرجة حرارة المطبخ ما بتدفيهاش ولا حاجة. هتسيبي المنقوع ده كده زي ما هو من بالليل لحد الصبح، بعد كده هتيجي الصبح تشيلي الغطا بتاعك وتبدأي ان انت تصفيها، وخلاص نرمي بقى المكونات بتاعتنا دي. احنا هناخد المية بس، المية دي هتبدأي تشربيها على فترات، يعني هي لتر، هنشرب كوباية قبل الفطار بنص ساعة او بساعة، بعد كده هنبدأ ان احنا نشيل الباقي في التلاجة او في المطبخ برضو عادي، نيجي قبل الغدا نروح شاربين كوباية، نيجي قبل ما ننام على طول نشرب كوباية، يعني مقدار اللتر ده تشربيه على تلات على مدار اليوم قبل كل وجبة بنص ساعة. تمام، وبعد كده قبل ما تنامي على طول. طيب بالنسبة لشد الترهلات ده هنستخدمه يوميا لحد ما توصل النتيجة المطلوبة. طيب بالنسبة لشد الترهلات، كل اللي انت هتحتاجيه هتجيبي زيت لبان الدكر او الكندر من عند العطار، وهتحطي عليه معلقة من القهوة ومعلقة من زيت الزيتون، وهتقلبيهم على بعض كويس قوي، وتحطيهم عندك في علبة، وتبدأ ان انت تيجي على منطقة البطن او اي منطقة عندك فيها ترهلات او شد، وينفع للوجه جدا جدا وبيشيل التجاعيد كمان وبيشد السلوليت. هتبدأي تدهنيه كويس قوي بشكل دائري، وهتسيبيه في المكان لمدة ساعة او 2 او من بالليل لحد الصبح، ولو من بالليل لحد الصبح هتبقى النتيجة روعة جدا
جدا جدا هتستخدميه يوميا، وادعي لي من قلبك وشوفي مع الوصفه الجباره دي شوفي انت بطنك هتبقى عامله ازاي وجسمك هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. يا رب تكون وصفه عجبتكم وان شاء الله تستفادوا منها. اشوفكم على خير والسلام عليكم.